السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ديننا بيقولوا لا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن للأسف احنا وصلنا لمرحلة ان احنا بنقول لا تنسى نصيبك من الآخرة. فالدنيا لهت الناس كلها، فانت ما تنساش ربنا، ما تنساش تصوم، ما تنساش تصلي، ما تنساش تتزكى، ما تنساش تعتمر، ما تنساش تحج، ما تنساش تتصدق، ما تنساش ربنا سبحانه وتعالى. وحتى لو وصلت للمرحلة دي فلا تيأس، فلا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. السلام عليكم.